حابة أولاً أنا سعيدة إن حضرتك نورني النهاردة، وكوكبة الشباب دول والولاد الصغيرين عملت إيه يا مايسترو؟ إزاي وجبتهم منين وإيه الفكرة؟ قصة طويلة. قصة طويلة. بدأت معايا لما كل ما كنت أشوف ولد في الشارع يجي يبيعني مناديل ورق، كنت أقول طب ليه كده يعني؟ لو الولد ده صح له فرصة يتعلم يمكن كان طلع أحسن مني. ففضلت الفكرة يعني في دماغي لغاية ما كنت في عمان، عملت حفلة في الأوبرا السلطانية. الصديق المصري المسؤول عن البرامج هناك الدكتور الملاح قال لي حاجة غريبة، يعني ممكن أقول غيرت مجرى حياتي. قال لي من 3 أيام على المسرح ده قدمنا أوركسترا من فنزويلا، أوركسترا سيمفوني من فنزويلا، كلها من أولاد الشوارع. ففجأة كده اختمرت نهائيا الفكرة في دماغي. أول ما رجعت على مصر طلعت على النت، شفت قصة وإذ دول عاملين 40 فرقة، مش بس بفنزويلا، بالبرازيل كمان عاملين فرق موسيقية من أطفال الشوارع. فبدأت أعمل اتصالات، اتصلنا بجمعية الفسطاط هناك، الصديقة الأستاذة إيمان رجب نائب رئيس تحرير المصور، فيعني دينامو ممكن أقول لك، يعني عرفتنا على الدكتور محمد البطران اللي حط كل إمكانيات المؤسسات بتاعته تحت تصرف المشروع. جمعنا 800 طفل، الكلام ده من حوالي 6 شهور كده، 800 طفل، قعدت أختار واحد، سمعت واحد 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 طبعا واحد، وقال لي إزاي هتحكم إن ده يصلح وده لا يصلح. اخترنا منهم 160 170 واحد، بعدين رجعت كملت الاستماع والاختيار لغاية ما صفينا على 70 واحد. كمان بعد شوية بقوا 80، دلوقتي فوق 100 بقوا، وإن شاء الله نوصل العدد 10,000. منين يا دكتور؟ يعني منين يا مايسترو؟ يعني كنت بتروح مثلا دار رعاية؟ دور رعاية أيتام ورعاية أطفال بلا مأوى، ويعني صاروا يحلموا، بدأوا يحلموا ببكرة، بدأوا يحلموا بحياة حلوة، بدأ التفاؤل يغزو قلوبهم وعقولهم. الغنى بيغير البني آدم، الغنى بيغير كل حاجة. الطفل بقى الغنى أول حاجة يبعد الطفل عن التطرف. أنا عندي حكايتين بحب أحكيهم، حكايتين متناقضتين. إيه يعني واحد عايش من غير فن، وايه يعني واحد عايش بحب الفن وبحب؟ اولها قصه المطرب اللبناني اللي اول ما دخل على الجماعات المتطرفه بتاعته، مش فاكر اسمه حتى، ساب الفن، كان مطرب شاكر. مشهور فضل شاكر، ايوه ساب الفن. ساب الفن لانه بالمقابل كان عندي واحد بفرقتي في لبنان قبل ما اجي مصر عازف قانون، عرفنا منه انه كان قبل ما يحترف الموسيقى يتعلم الموسيقى كان قناص بميليشيا من الميليشيات المتناحرة، وعلى كل صورة بيلقطها الكاميرا المثبتة على البندقية بتاعته، كل صورة قتيل كان ياخد 500 دولار. دي كانت مهنته، يقتل الناس. وازاي جاء بقى في الفرقه عند حضرتك؟ بعد ما تعلم الموسيقى قال لي حلف لي بقيت استحرم ادوس على صرصار يعدي من جنبي. ده واحد دخل الفن في وجدانه بقى في ايه، والتاني ساب الفن بقى ايه. يعني وانت بتدور اولا من محافظات ايه يا مايسترو؟ لسه محافظات جاي دورها. انا يوم الاحد ان شاء الله رايح على الصعيد، رايح على اسوان عشان اسمع دور رعايه هناك، اجمع منها الصالح. الصعيد مليان مواهب كمان، وان شاء الله كل مصر مليانه مواهب، الصعيد بس. وانت بقى بتدور وسط الشباب دول دلوقتي، هسمع صوت. اولا احنا اعمار ايه دلوقتي يا مايسترو معانا؟ انا شايفه صغنن قوي. احنا عندنا
الفسطاط جمعية الفسطاط أصغر سن، هم متوزعين على جمعيات حسب السن. أحكي لك باقي القصة. المشروع صار يكبر ومش عارفين أكبره إزاي يعني، فقعدنا نفكر إيه المشروع أكبر من واحد طبعا. مشروع أنا مين بيدعمك يا مايسترو؟ عندها محتاج دعم مادي ودعم في، فكرنا أي وزارة ممكن تساعدنا لرعاية هؤلاء الشباب، وزارة الشباب، شباب الغد. ما قلت أفضل حاجة وزارة الشباب. نعم. فيا مدام لميس، الوزير خالد عبد العزيز، خالد عبد العزيز أظهر حماس غير طبيعي. غير طبيعي، وبنشكره، بغتنم الفرصة أشكره على الدعم بتاعه. حط كل إمكانيات الوزارة في تصرف هذا المشروع، الإمكانيات اللوجستية، المالية، هدوم، أكل، كل حاجة، ما فيش عربيات. عندنا مثلا إن شاء الله في آخر الشهر رايحين نشارك باحتفالات أكتوبر في مشروع قناة السويس الجديدة. مأمنين العربيات، مأمنين كل حاجة. وهدانا هدية الدكتورة أمل جمال، اللي يعني حولت لنا المستحيل إلى لا شيء يعني. طب سمعنا أغنية تانية بقى يا مايسترو كده. أغنية تانية عايزين تقولوا إيه بقى؟ يلا خلي السلاح صاحي. طب خلينا يا أغلى اسم. أوكي. يعني وانت بتسمعهم كده، اولا هم كانوا بيحبوا الموسيقى لوحدهم الاول ولا انت اكتشفت فيهم ده؟ اول ما تغير فيهم نفسيتهم من الانغلاق، بدأوا متفتحين، بيحبوا الحياة، بيحلموا ببكرة. خليهم هم يقولون. خليهم هم يقولون. وانا عارفة ان فيهم اصوات متميزة، يعني حاسمع مصطفى كمان شوية. مصطفى انا سامع ان انت بتغني حاجات يعني جميله يا مصطفى. طيب اسمع بقى، انا عايزه اروح للصغنن ده. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ عمر. عمر، عمر انت عندك كام سنه؟ خليك عندك كام سنه يا عمر؟ 7. 7؟ ايه ده، ده انت كبير خالص. قولي بقى، بتحب المزيكا؟ بتحب الموسيقى؟ بتحب الغنى؟ ها قولي يا حبيبي، قول، رد، قولي. اه بتحب الغنى؟ بتحب تغني ايه اكتر غنى غنوة بتحبيها، بتحبها المايسترو بيعلمها لك؟ احلى اسم. احلى اسم في الوجود. طب انت اسمك ايه بقى؟ باسم. باسم. باسم انت منين يا باسم؟ قول لي بقى، انت هنا من القاهرة ولا منين؟ انا من الاقصر.
من الأقصر. يا دي الأقصر دي مدينة جميلة جدا. الأقصر بلدنا. الأقصر بلدنا. بتغني يا باسم الأقصر بلدنا؟ بتحب الغنى يا باسم؟ بتحبه قد ايه؟ ايه أحلى غنوة بتحبها دايما؟ دايماً؟ بلادي. 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 انت معلمهم كلهم اغاني وطنيه يا مايسترو ولا ايه؟ جزء منها وطنيه. جزء منها وطنيه لتقويه الانتماء عندهم بقى. طبعا. قول لي بقى انت اسمك ايه؟ يلا. شادي. شادي. قول لي بقى انت منين يا شادي؟ من القاهره ولا منين؟ شكلك كده مش من الصعيد. لا انت من نواحينا كده. جمعيه اولادي. جمعيه اولادي. قول لي يا شادي، طيب انت بتحب الغنى ولا ايه؟ نفسك في ايه يا شادي؟ انا نفسي اللي انا اغني احلم تسمعها. احلم احلف احلف بسماها. وبغنوا باطمختر يا خيل، وبغنوا ابجد هوز حطي كلام. انت في سنه كام؟ سنه ثالثه. بتروح المدرسه بس بيجي بقى الحصه بتاعه المايسترو سليم، بتبقى مبسوط وانت رايح؟ عندك اصحاب بقى وبتغني، وبتغني في الاوبرا مش كده يا مايسترو؟ لا احنا بنغني بقاعه وزاره الشباب والرياضه حطها تحت تصرفنا. طب انا عايزه البنات بقى، فين يا بنات؟ تقربوا لي، ده احنا عندنا مدمزلات جمال اهو. تعالي يلا اطلعي لي كده قدام شويه. قولي لي اسمك ايه؟ امنيه. امنيه، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 16 سنه. سنه كام يا امنيه؟ ثانيه ثانوي. انت خلاص بقى ثانويه عامه بقى، قربتي خلاص. قولي لي بقى، بتوفقي بين المذاكره وبين الحصص بتاعت المايسترو؟ اكيد. بس مبسوطه؟ طبعا. ايه قولي لي احساسك ايه؟ يمكن الولاد الصغيرين مش عارفين يعبروا. هو انا كنت في الاول اصلا يعني كنت حابه الغنى بس ما كنتش مهتميه، بس انا لما لقيت ان المايسترو سيم سحاب بيعمل لي حاجه كويسه فوكالي، يعني اول حاجه بيمهلنا فوكاليز والاغاني الوطنيه هو بيمهلنا، ومش غير كده اغاني تانية واللي هو بينقيها لنا يعني حاجات كويسه هو بيعملها لنا، ونفسي طبعا المشروع يتحقق على مستوى العالم طبعا. يعني نفسك تغني في الدنيا كلها؟ طبعا. وانا هاخدهم من الالف في العالم بيهم. تلف بقى، انت عارفه مايسترو سيم سحاب ده يعني مش مايسترو صغير، ده مايسترو عظيم وقف قدام اعظم فنانين وعمل يعني اعظم نجوم في العالم العربي كله. طبعا انا عارف حاجه زي دي. طب تعالي بقى، مين عايز يتكلم؟ ما تكسفوش. مين؟ انت تعالى. في ولد اهو. بنات بتتكسف ولا ايه؟ في ايه؟ انا المفروض ده احنا بنقف نغني قدام الدنيا كلها. يلا انت اسمك ايه؟ يوسف. مين اللي قال انا؟ يوسف. قول يا يوسف، عندك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين. في سنه كام يا يوسف؟ سنه رابعه. سنه رابعه، طيب كويس. وشاطر في المدرسه بقى ولا اي كلام؟ ايك شفت هو شفت يا يوسف، الحق طلع الاول، الحق طلع. انا عارفه ان انا مسهراكوا يا اولاد. يوسف انت عندك مدرسه بكره؟ مش هنزوغ من المدرسه، معلش انا سهرتك شويه. ايه احلى غنوه بتحب تغنيها؟ اللي انا بحبها بفضل اقولها. ايوه بسمها. بتفضل تقولها حتى ومايسترو مش موجود. قول لي يا يوسف، يعني انت بتحب الغنى ولا كنت بتحب الغنى ولا فجاه بقيت بتحب الغنى؟ كنت بحب الغنى. بتحب الغنى؟ طيب مصطفى، انت بقى البريمو بتاعهم مش كده؟ انت منين يا مصطفى؟ لسه النهارده واصل. يلا هقول. انت منين؟ من صمالوط. من صمالوط المنيا. ها ياي. ايوه طب هايل. قول لي يا مصطفى، انا عاجبني شعرك قوي، ايه اللي قصه الحلقه ايه؟ استرايك. استرايك. مصطفى انت بتحب تغني ها؟ ولما لقيت مايسترو سليم حسيت انك مبسوط، حاسس ان هو هيكتشفك بقى وتبقى مغني بقى زي محمد منير والناس وعلي الحجار والناس الكبيره دي؟ مين نفسك تبقى زي مين؟ انا نفسي اروح المدرسه. نفسك تروح المدرسه؟ انت لسه مش بتروح المدرسه. انت عندك كام سنه؟ عندي 14. 14. لا لميس، احنا اتفقنا مع جمعيه قريه الامل. لو حابه انا اتعرفت عليه من خلال النت. واحد صحفي ابو السعود، محمد ابو السعود اظن اسمه، بعت لي صوته وبعت لي انه الولد عايز يجي ومش عارف. رحنا اتفقنا عليه، قلت له خلاص انا هتبناه دار الامل. كنا عايزين نحطه بالفسطاط، الفسطاط ما بياخدوش في السن دي، دار الامل بياخدوا الكبار. دار الامل مشكوره قالت لنا احنا نتبناه، ناخده اقامه ومدرسه وكل حاجه والباقي الموسيقى عليا. فالنهارده وصل ورايح يبيت على طول في دار الامل، ومن بكره رايح المدرسه ان شاء الله. على فكره انت هتروح المدرسه ولازم تروح المدرسه، واحنا هنتاكد انك هتروح المدرسه. وانت تروح المدرسه وهتروح الجامعه
وهتكمل فوق وهتكبر وهتبقى واحد من احسن ناس في مصر. انا بوعدك انك هتبقى واحد. يا حبيبي مش مصدق؟ لا انا مصدق. ها قول لي. كنت بسمعك على التلفزيون. تسمعني على التلفزيون؟ انت تخيلت طب انت ان انت مثلا هتشوفني في يوم من الايام؟ شفت بقى؟ اصل انا كنت نفسي ابقى مغني. وممكن تبقى مغني. والفرصه جات لي. والفرصه جات لك. انا سامعه بقى ان صوتك جبار. اللي عايزه اللي بتحلم فيه هيتحقق يا حبيبي. بس أنا عايزك انت احلم. انا بقول لك ايه؟ انا مش عايزك تعيط، انا عايزك تعرف انك لازم هتحقق ده. وعايزاك يبقى عندك اراده، وعايزاك يبقى عندك امل، وعايزاك يبقى تبقى قوي، وتعرف ان مصر محتاجاك ومحتاجه ان انت تبقى شاطر. بس بقى لما تروح المدرسه انا عايزاك تبقى شاطر. لا لا احنا هنعيط لو انتوا عيطتوا، هعيط معاكم وانا اسال واحده عيط في الدنيا. لا انا اسال منك يا مدام. لا انا ممكن اعيط انا كمان. انت هتبقى احسن واحد في الدنيا، سامع؟ انا بوعدك. وكفايه ان انا هسمع صوتك، وان صوتك ده دلوقتي كل الناس الملايين يا مصطفى هتسمع صوتك. ما مش عايزين بقى حد يعيط يا بنات، خلاص بقى نمسك نفسنا بقى كده. وايه واحنا رجاله ما بنعيطش؟ ها عشان لو عيطنا كلنا هنعيط. يلا حبيبي. ليه بيعيط؟ بتعيط ليه؟ ليه بتعيط يا مصطفى حبيبي؟ تعيط ليه؟ استنوا يا ولاد. تعيط ليه؟ عشان كنت في زمالوط قاعد. في صملوط. وكرهت. كرهت صم. كنت بتعمل ايه في صملوط يا مصطفى؟ كنت قاعد فيا. كنت بتعمل ايه يعني؟ كنت عايش ازاي؟ كنت عايش في بيتنا. بس كنت متضايق؟ انت قاعد مع مامتك وباباك ولا قاعد لوحدك ولا ايه؟ لا قاعد مع امي وابويا. بس كنت متضايق. كنت متضايق ليه؟ نفسي كنت مغني. وما كنتش بتروح المدرسة؟ ايوه. عندك غنوه بتغنيها اسمها انا كرهت الرصيف؟ اغنيه حزينه. حبيش. اغنيه حبيش. غني لي يا مصطفى. يلا غني يا مصطفى. على كل لون شفتك يا دنيا ما تداريش، وما تعمليش في البريئة ما تكدبيش، لوفا ضد في كل حاجة عملتها، وما عند فيا خلتيني كاره عيش، لمركزة في ازاي دنيا تعذبيني، اتحل عني امتى وبحالي تسيبيني، بتاخدي مني كل حاجة بحبها، تعبت منك اغلطي بقى وارحميني. برافو يا مصطفى. برافو حبيبي. برافو حبيبي. برافو يا مصطفى. هو ما احنا ما عندناش بريكات ولا ايه في الليلة اللي مش فايتة دي؟ طيب يلا بقى فرفشوني يا بنات كده شوية عشان ما انا بوعدك. انا بوعدك ولما اوعدك تعرف ام مايسترو كمان يوعدك. اللي بتحلم فيه هيتحقق يا مصطفى. اللي بتحلم فيه هيتحقق. واحنا يعني انا عارفه ان في حد اوريدي متبني مصطفى، بس لو حد احنا كمان كبرنامج هنتبنى موهبه مصطفى وهنخليه يكمل المدرسه. دكتوره لميس راحوا على من جمعيه الامل، راحوا على المنيا عملوا له الاوراق الرسميه. طب فخلاص من هنا راحوا مطلع مترابين. بس على فكره المنيا حلوه برضه. يلا شباب وروني بقى، قولوا لي بقى عشان ايه انا مش عايزه. تعال بقى. يلا تعال شباب اهم زي الفل ده، شويه شويه خش تجنيد خلاص. يلا اسمك ايه؟ عايز اتكلم. قول لي. اتكلم. هو دلوقتي انا تعال بص كده. ايوه يلا. قول لي. اسمي حسام نصر من جامعه قاره الامل. ايوه. وكنت ما اعرفش انا كوره ولا كده، بعدين اما المايسترو قال لنا تعالوا معسكر، ورحنا المعسكر وتعلمنا واكتشف فينا اصوات حلوه، ودلوقتي الناتج بتاعنا ده. وغير الموسيقى هو ادانا موسيقى، بس ادانا حاجات غير الموسيقى. ايه هي؟ ادانا اسلوب الحياه، يعني احنا كان لنا قيمه. ادانا قيمه على قيمتنا. وغير كده المايسترو غير كل حاجه، هو علمنا ازاي نتواصل. انا لما بشوف المايسترو بحس ان انا واقف قدام الدكتور ابراهيم الفقي، انا بقرا له كتب كتير، فبحس ان هو واقف قدامه، هو شكله بيفرحني، ابتسامه من جوه من قلبي، مش لازم اظهرها.
وفي نفس الوقت ادانا تنظيم الوقت. انا عن نفسي انا في ثانوي عام، اما ساعات بقول خميس وثلاث بتدريب، طب ازاي هنظم وقتي؟ فقالوا لي لا دي فرصه لازم تستغلها ولازم تكمل للاخر، عشان دي ممكن توديك للعالميه، يعني ممكن تبقى حاجه بعد كده. وغير كده انا مبسوط مع المايسترو، وغير كل ده طبعا انا كبير دلوقتي شاب المفروض، فمن حقي اقول ايه، من حقي اقول رايي في البلد دلوقتي. البلد اتحسنت، وانا شايف ان دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدي لكل واحد حقه في انه يشارك في اللي هو عايزه. احنا دلوقتي انا بطالب، يعني انا كم سنه؟ انا عندي 16 17 سنه. خلاص يعني بطاقه بقى و طلعت بطاقه، والمره الجايه تنتخب بقى 18 سنه خلاص هتنتخب. فانا كنت بحاول اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يحاول يجي لنا او يشوفنا، يعرف مطالبنا، مثلا عايزين ايه بتاع، عايزين نغني، نعمل حفلات كتير في اسكندريه، هنا في مصر، نطلع بره. حاضر. نوريهم، وفي نفس الوقت عايزين ان الناس نفسهم يساعدونا في ان احنا نوريهم احنا نعمل ايه، احنا جوانا حاجات ممكن نطلعها الناس ينبهروا بيها، احنا مش مجرد اولاد على فكره، احنا قدام حضرتك اولاد، لكن من جوانا ممكن نكون احسن من اللي قاعد في بيت. ده حقيقي. هو الظروف قاسيه شويه، او الظروف هي اللي خلتنا كده، بس مش مع ان الظروف خلتنا كده يبقى احنا خلاص نقعد ساكتين. لا، احنا لازم نجمد ونهد الظروف دي ونقف قدامها، لان لو وقفنا قدامها هنبقى احسن ناس في الدنيا. يعني انا دلوقتي ماشي بمبدا، الناس كلها ممكن تتعجب شويه منه، الحاجه الغلط ابعد عنها، الحاجه الصح. كنت بتعمل حاجات غلط زمان؟ انا طبعا ما فيش انسان خط، ما فيش انسان مش خطاء، كل انسان خطأ. حاسس ان انت يسلم بقك دلوقتي مش هتعمل حاجه غلط. ما هو المبدا ده هو اللي مخليني اكمل حياتي. الواحد لو عاش وما عندوش مبدا ما يستاهلش انه يعيش، لكن لو واحد عايش على مبدا هيكمل ويبقى مستقبله باهر، الناس كلها تشوفه تقول ده كذا، ده فلان. انا ابراهيم الفقي علمني حاجات في حياتي كتير، وشفت في المايسترو شخصيه ابراهيم الفقي الحقيقه دي حقيقتي. اسمك ايه؟ محمد المصري. محمد، انا عجباني الكوفيه اللي انت لابسها دي، تدياني في الاخر. اول ما المايسترو جانا قال لنا اللي احنا فينا مواهب كتير ومميزين عن بقيه الناس. قرب لي شويه كده. وقال لنا ان شاء الله في حفله هنعملها ان شاء الله، يعني سياده الرئيس فتح السيسي يحضرها لنا، وانا حلمي دلوقتي اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر اول حفله ليا ان شاء الله. مش عارفه اقول لكم ايه، عايزه اقول لكم حاجه، انتوا قوتوني جدا، يعني اديتوني احساس انه ساعات الواحد بيبقى غضبان، وساعات الواحد بيبقى ساعات يائس، وساعات بيحس انه مشاكل كتير. لما بشوف الولاد ولما شفتهم والشباب بيتكلموا ومصطفى وكل الشباب والبنات، حسيت انه في ناس رغم كل الصعوبات ورغم كل التحديات، والزمن داس عليهم كتير، والمجتمع هرسهم وما اديناهمش حقهم في الحياة، في الأمل وفي التعليم وفي الصحة وفي الرعاية، احنا كمجتمع ظلمة، لكن هم قد ايه متحدين. احنا بنقعد في مكاتبنا وفي التكييف وبنقول ده يحصل وده ما يحصلش وده ينفع وده ينفعش. بلحظة امل قدمها مايسترو سليم سحاب بقيمة الفن اللي بتعلي الوجدان وبتعلي الاحساس وبتربي من اول وجديد، دول شباب مصر اللي انا عايزاهم، هم دول ولاد وبنات مصر اللي انا عايزه، دول اللي انا عايزاهم يبنوا البلد، دول اللي انا عايزاهم يكبروا يغنوا بقى ويطلعوا مهندسين او يطلعوا اي حاجه، بس هم دول اللي انا عايزه اعتمد عليهم، ودول اللي انا اتمنى ابني يبقى زيهم. انا عايزه اقول لك ميرسي، ومش عارفه اقول لك ايه، يعني عايزه اقول لك انك بجد استاذه لميس ده جزء من دين مصر علينا كلنا. انت يعني احنا مديونين لك بحاجات كتيره، الفن والموسيقى اللي انت اديتها لنا في حياتنا والغنى يعني انا دايما ما كنت باجي حتى وانت مع الشباب التانيين الاولاد التانيين اللي كنت دايما كورال الاطفال والكبار، بحس ان انا في عالم تاني، الموسيقى شيء اخر. وسياده الوزير لما سالني انت عايز ايه قلت له انا عايز اطول السما، قال لي اوكي ماشي، وانا هطول السما بيهم الاولاد دول ان شاء الله. تغنوا لنا بقى غنوة يا ولاد، وانا بس شايفة البنات مكسوفين بس ماشي. يلا في حد عايز يقول حاجة تانية؟ احنا وقتنا ايه يا شباب؟ لسه قدامنا شوية.